السلام عليكم. من عجائب العرب أسمع هذه القصة، قصة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد خلافة أبو بكر دخل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن على أبو بكر وقالوا له أقطع لنا أرضا من أراضي المدينة. فقال لهم أبو بكر نعم، فأقطع لهم أرض وكتب لهم فيها ورقة، وكتب من الشهود عمر بن الخطاب، لكن عمر ما كان في المجلس. طبعا الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كانوا من المؤلفة قلوبهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم المال حتى يتألف قلوبهم للإسلام. كان فيهما غلظة شديدة وكان فيهم جفاء، حتى أنهم حصل لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تستغرب كيف أنهم يتصرفون هذا مع النبي. حتى تتصور الشخصين، دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج واستأذن. فقال عيينة بن حصن فإني أقسمت ألا أستأذن على مضري، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. أما الأقرع بن حابس فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجدر فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع بن حابس للنبي يا محمد. قال يا محمد إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الله. فالشخصيتين فيهم جفاء شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويعطيهم المال ليكسبهم للدخول في الإسلام. نرجع لقصتهم مع أبو بكر وعمر الخطاب. أنا أعطيتك تصور عن الشخصية عشان تعرف الموقف. ذهبوا لعمر بن الخطاب وقالوا نبغاك توقع الورقة. فلما وصلوا إلى عمر وخرج لهم قالوا نريدك أن تكون شاهد على الأرض التي أقطعناها أبو بكر رضي الله عنه. فلما قرأ عمر بن الخطاب الورقة تفل عليها ومسح المكتوب، فقالوا له والله لنشكينك إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما يومئذ لأن الإسلام قليل، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فاذهبا. فقال عمر بن الخطاب اذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما. فانطلقا إلى أبو بكر، فدخل على أبي بكر وقالوا والله ما ندري من الخليفة، أنت أم عمر؟ فقال لهم أبو بكر هو لو شاء ولكنه أبى.